مراكش لابد أن تمر عبر ساحة جامع الفناء. ساحة جامع الفناء هي مصنع الفرجة ومستنبت المواهب والطاقات. من أخطر تلك الثعابين ثعبان الكوبرا الأسود، حين يواجه خطرا يحرك ضلوع رقبته فتبدو مسطحة ويرفع رأسه إلى الأعلى استعدادا للهجوم. يمسك المروض بالثعبان فيصبحان وجها لوجه ويبدو كأنه يراقصه. إنها رقصة الموت التي قد تتحول في أي لحظة إلى مأساة. يتواطأ الثعبان مع صاحبه في مشهد تمثيلي مسل، يتظاهر بالنوم فيبدو كالجثة الهامدة. يحاول صاحب الحلقة استقطاب الرواد إلى حلقته، يستعمل لذلك حيلا شتى. الثعبان المتظاهر بالنوم تقمص دوره جيدا، إنه ممثل ماهر. بعض المتفرجين يقبلون التحدي فيجازفون بوضع الثعبان حول أعناقهم ويوثقون المشهد، ثم تبدأ رقصات أخرى يصبح فيها الثعبان قاب قوسين أو أدنى من وجه صاحبه. قد يخرج المروض لسانه. جمعنا الفضاء التقاطي المراكشي ساحة جمعنا